والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، بلغنا أنه في الأعوام الماضية وبالخصوص في العام الماضي اشتكى كثير من الأخوة من تضييع الوقت في الزرائب في أماكن ماشية مع الماشية ينتظروا أن يضحوا للعيد. والأضحية بالتأكيد هي شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى، أوجبها الإسلام على كل قادر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أعظم عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر من أو أحب إلى الله سبحانه وتعالى يوم النحر من إهدار الدم، فإنها تجيء بقرونها وأظلافها وأشعارها يوم القيامة، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. فحقيقة هذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن نعطل هذه الشعيرة. ولكن هذه الشكاوي المنتشرة الآن من زيادة الأسعار نتيجة الطلب الشديد في أيام العيد، في بعض الأوقات الأسعار تضاعف. فحقيقة بعد وصول بعض هذه الشكاوي من ما يقرب من شهر للمجلس الإسلامي، قررنا الاتصال بوزارة الزراعة، وقررنا الاتصال بمربي الغنم في كيبيك اللي هي الفيدريشن لتربية الأغنام في كيبيك، وحاولنا حقيقة نحن نتحدث معهم لتصفية بعض هذه المشاكل وتحسين العلاقة بين المسلمين وبين موردي الأغنام ومع الحكومة أيضا، لأن الحكومة سبب قضية الحكومة أنه عقدوا قضية الذبح للنفس، لأن هناك قانون في كيبيك أنه أي شخص له الحق في الذبح لنفسه. ولكن عندما تجيء القضية للمسلمين فنجد الانتقادات بالطبع، وأيضا بعض الأخوة طريقة الذبح تكون بطريقة يعني غير سليمة، حتى إسلاميا غير سليمة، هون في البيت كمان. نعم، وأصلا الذبح في البيوت بيعتمد على قوانين، يعني لوائح أخرى لها علاقة بالبلدية، يعني مكان المنزل في أي بورو أو أي مكان يكون موجود فيه. فهذه قضايا حقيقة مهم أننا نحترس منها. ففي لقائنا مع وزارة الزراعة هم وعدونا بأنهم سيرسلوا جميع القواعد والقوانين لطريقة الذبح السليمة، حتى هم لم يكونوا على علم بكل بالاختلافات الموجودة في البوروز أو في البلديات المختلفة. ولذلك احنا طلبنا منهم حقيقة أن يعطونا هذه القوانين منهم مباشرة حتى نوزعها على باقي المسلمين. فإن شاء الله تعالى تصلنا هذه، عندما تصل سنخبر الجميع عنها بإذن الله. وهم ادعوا أن زيادة الأسعار من هؤلاء الناس، ولكن حقيقة هم لهم يد، لأن هي قضية عرض وطلب. فقالوا ده الأسعار هي قضية سوق، يعني حرية السوق. بعض الأخوة هذا العام في شكاويهم خرجوا بفكرة جديدة أنه المفروض أن احنا نقاطع مربي الأغنام نتيجة طبعا مشاكلهم هذه في هذا العام، كنوع من درس لمقاطعة كيبيك في بسبب اقتراح الحكومة للتشارتر الجديد، الميثاق الحقوق الجديد أو عدم الحقوق أو ميثاق الفاليوز القيم الجديد، ميثاق عدم القيم حقيقة، بأنهم يقوموا بمقاطعة الأغنام في كيبيك في هذا العام إذا أرادوا يشتروا مثلا من تورونتو أو غيره. والمجلس الإسلامي رفض هذه الفكرة نهائيا بأن الوقت لم يحن أن نحن نقوم بهذه الأفعال، لأنها ممكن تجيء بنتيجة عكسية على الجالية وعلى المسلمين في العموم، وربما تربي الكراهية، ربما تستغل، بالتأكيد ستستغل من الإعلام الفاسد في زيادة استغلال العاطفة الجياشة مع الفرنسيين لإيجاد عداوة بينهم وبين الجالية الإسلامية. فأنا أنصح حقيقة أن لا يتحدث أي شخص عن مقاطعة،
نهائي. أنصح جميع الأخوة أن نتحدث عن أننا نقاطع الإنتاج المحلي لكيبك، بل بالعكس. أما في قضية حل هذه المشكلة فمن طريق التعامل مربي الأغنام معنا في الاجتماع وطريقة كلامهم، حسنا في نوع من الكبر وفي نوع من التعالي الجالية، وهم أصلا يبيعوا الأغنام ويشتكوا المسلمين حتى في الإعلام. فضروري يكون هناك درس، وهم من بدأ بأنهم قالوا ده حرية السوق. فنعم، هي حرية السوق، فهي القضية قضية طلب، فيجب علينا أن نخفف الطلب عليهم. كيف نخفف الطلب؟ هناك قضايا كثيرة، يعني أمثلة كثيرة أو أفكار كثيرة لطريقة تخفيف طلب الأغنام في أيام العيد، وترجع هذه الأغنام مرة أخرى عليهم، وعلى هذا الأساس ربما يأخذوا درس من هذه القضية. فأنا أنصح جميع الأخوة من كان يشتري غنم من كيبك أن يحاول أن يتفق كل سبعة في بقرة. فما زلنا في الاقتصاد الكيبيكي، هناك أماكن أخرى تحتاج أكثر، فمن كان عنده إمكانية فيستطيع أن يتبرع لسوريا، ويستطيع أن يتبرع للصومال، للسودان، لمالي، يعني أنه يذبح في هذه الأماكن، والغنم هناك أرخص حقيقة، ولكن ويكفي كثير من الغلابة، في بيرما، في الشيشان، في كشمير لبعض الضحايا، في باكستان، هناك ما زال ضحايا الزلزال في باكستان. وعندنا كثير من الأخوة، أخونا شفيق في جمعية فلاح المسلمين JFM، من يريد رقم التليفون ممكن أن يتحصل عليه على في المجلس الإسلامي، في إن شاء الله تعالى نضع الاسم والعنوان والتليفون على موقع المجلس الإسلامي muslimcouncil.org or councilmuslimman.ca. ممكن أن يرسل لباكستان نصيب في بقرة أو غنم. الغنم غالي، ولكن النصيب في البقرة $85 فقط لا غير، ويكفي للشخص على الشيء. ممكن في بيرما، ممكن في مالي عن طريق إغاثة لإسلاميك ريليف، ممكن في، وايضا هيومن كونسيرن انترناشونال في هذا المكان، ولكن هناك ايضا في غزه، وهناك في مصر، وفي سوريا الى غيره، عن طريق هيومن كونسيرن وجمعيات اسلاميه اخرى تقوم بهذا العمل، بهذه الخدمات ان شاء الله. وبالبحث بسيط في جوجل، نحن نحاول ان شاء الله تعالى ان نضع كل هذه الاسماء على الموقع قبل العيد، لكن بحث بسيط في جوجل ستجدوا كل الاسماء والاماكن التي يمكن للأخوة يعني إرسال الأضحية فيها. ولكن أيضا في كثير من المساجد سنجد إمكانية إرسال هذه الأماكن. تختار المكان في إعلانات موجودة في المساجد، مجرد أنك تعلم على البلد والثمن وتدفع المبلغ وتضعه في صندوق، وفي هذه الحالة يقوم المسجد بمسؤولية توصيل هذا المال لصاحب المشروع. طبعا بالتأكيد لا يصح ان احنا نوقف شعار الله سبحانه وتعالى في هذا البلد ايضا، فمن الممكن ان بعض الناس تذهب وتشتري، لكن يكون السعر ارخص عليهم في هذا العام ان شاء الله، ويخفف الضغط، ويستطيع شراء بعض الغنم، فالبعض يشتري والبعض لا. يعني اذا الشخص اراد انه يشتري اكثر من شخص، نحاول نقلل من الشراء في مونتريال، أو إذا أردنا في أيضا الشراء في أونتاريو، إذا من أراد غنم يعني بدل من البقر، أو يعني أي طرق أخرى، فممكن الشراء. أنا سمعت حقيقة أن في أسعار غير عادية تجيء من المزادات في أوتاوا وفي أونتاريو بالنسبة للأغنام، فمن يريد ممكن يشتري مباشرة ربما في بعض الأوقات بنصف الثمن الموجود في الشراء. فأنا أرجو من الجميع أنهم يفكروا في هذه القضية. ووصل بلغني أيضا أن الأخوة العلماء في سوريا قرروا هذا العام عدم الذبح نتيجة أن الثروة الحيوانية في سوريا مهددة
نتيجة مشاكل وعدم الاهتمام وعدم وجود الطعام إلى غيره، يعني أكل الحيوانات إلى غيره، الماشية في العموم إلى غيره. فقرروا العلماء الإسلام في سوريا أن يوقفوا هذا العام تضحيات الأضحية، أضحية العيد، ويحاولوا أن الأموال دي تصرف على الناس مشان أنه حتى ما في ثلاجات علشان يحفظوا اللحوم فيها، لأن في هذا الوقت يكون هناك لحوم كثيرة، فأنهم يحفظوها للاستخدام طول العام. فعلى هذا الأساس أنهم طلبوا أن يوقفهم هذا الشيء، ما في كهرباء، أنه يأخذوا المال ويصرفوا هذا المال على الإخوة في البلاد المحتاجين إلى غيره. أنا حقيقة أبلغ فقط، لا أقيم هذا الحل، لأن هذا الحل من أهل سوريا، من علماء أهل سوريا، وهم أدرى بأهل سوريا منا، ولذلك لا نتحدث في هل ده صح أم هذا خطأ أم إيه القضية. فإذا طلبوا هذا الشيء فأيضا يصح أن احنا نساعدهم إن شاء الله تعالى، والله مستعان. جزاكم الله خير.